ما هذه القطع التي تشبه الطوب الموجودة على سطح الدبابات؟ لايك واشتراك وتعال لنكتشف. لابد أنك شاهدت لقطات لدبابات مغطاة بهذه الأشكال التي تشبه الطوب، وهذه القطع معروفة باسم ERA والتي تعني الدروع التفاعلية المتفجرة، وهي متكونة من شرائح معدنية متوازنة ومحشوة بمواد متفجرة يتم تركيبها على أسطح الدبابات. للوهلة الأولى يبدو هذا الأمر خطيرا جدا، لكن في الواقع أنها تعمل كنظام حماية للدبابة. عندما تتعرض الدبابة لضربة من قذيفة صاروخية فإن هذه الدروع تتفجر باتجاه الخارج، الأمر الذي يقلل من ضرر القذيفة المضادة للدبابة. وللعلم تم استخدام هذه الدروع خلال حرب احتلال لبنان عام 1982 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تم سرقة تصميمها من الاتحاد السوفيتي. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الشيقة اذهب إلى أول تعليق مثبت.